اساس التطوير ان احنا نخلي الولاد يفهموا الموضوعات ما يحفظوهاش. عاوزين نشطب بالاستيكة كلمة اجابة نموذجية وامتحان مدار. لما تسألوني التابلت هستلمها امتى؟ ده سؤال مش مهم نهائي. ليه؟ مش هي الهدف، مش هي الهدف، دي وسيلة. الأهم بقى السؤال المهم هو الأسئلة الجديدة هتيجي امتى؟ مش التابلت هتيجي امتى؟ مش الشبكة هتيجي امتى؟ فين المحتوى الجديد؟ ده الكلام. التابلت بقى والشبكات دي أدوات بنعالج بيها مشاكل تانية. احنا ما كناش جايين نعمل التعليم الإلكتروني أساسا. وفي ناس بتكتب هو التابلت هي بقى يعني اللي هتصلح التعليم؟ لا. بس هو ما فهمش احنا جايبينها ليه؟ احنا جايبينها على فكرة يعني عشان احنا كرماء. والله صحيح كرماء. نعم شركة بحجم سامسونج خدنا منها، جايبين من أشهر شركة بتعمل تابلتس بأعلى مواصفات، يعني مش مثلا بخلة، لا جبنا لأولادنا أحسن تابلت ممكن، وعشرة بوصة وفيها كل حاجة، فيها جرافيكس عالية جدا، فيها واي فاي، فيها سيم كارد، فيها قلم يكتب على الشاشة اللي هي جودة عالية جدا. التابلتس دي بتتصنع وبتيجي في دفعات وبيتخلص عليها في الجمارك وبتتنقل، فهتيجي خلال التعاقد مع الشركة اللي بقت تشتغل من حسابنا، يعني هيجوا في شهر سبتمبر وأكتوبر. الشبكات اللي بنتكلم عليها دي بيعملوها جهتين كبار جدا في الدولة، وزارة الاتصالات مشكورة صدق أو لا تصدق يعني اديناها 2530 مدرسة ثانوي في أنحاء الجمهورية، من أول رفح للسلوم لحلايب في مدارس ثانوي على الأرض. شيخ وزارة الاتصالات الشركة المصرية للاتصالات بتوصل ألياف ضوئية فايبر للمدارس الحكومية بتاعتها.